بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفت هذا المكان مسجدا لوجه الله تعالى نيابة عن باني هذا المسجد أفرت وفاطمة ونادية ومريم وعائشة وليلة الكعبي وأن أهل الهل واللقد هذه المحلة بقرية آدور بمقاطعة كاسرغود بولاية كيرلا بدولة الهند. بنى هذا المسجد مساعدة مالية من نفرة وفاطمة ونادية ومريم وعائشة وليلة كعبي، وذلك بواسطة الهلال الأحمر من الإمارات العربية المتحدة، وبتنفيذ مركز إغاثة الخيرية الهندية في قرية معلم سكانها من الفقراء والمساكين. جزاكم الله خير الجزاء. نحن أهل القرية في أشد الفرح والسرور بافتتاح هذا المسجد المسمى مسجد الشهيد جمعة محمد الكعبي. نشكر الله تعالى أن باني هذا المسجد وأن كل مساعداته بناء هذا المسجد. اللهم اغفر لباني هذا المسجد ولمن ساعد وساهم ببنائه، وتفضل الله عمره مع الصحة والعافية، وأن يؤتيهم ثواب هذا المشروع العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون، وأن يحفظهم من كل مكروه، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح للأمة الإسلامية. السلام عليكم.